سلطة البطاطس بالجرجير بزبادي جهينة سلطة مختلفة. لو عندك بطاطس مسلوقة، جرجير، توابل، مايونيز، طحينة، عصير ليمون وزبادي جهينة لايت. اخلطي الزبادي بالمايونيز والطحينة والليمون عشان تعملي أحلى تتبيلة صوص لسلطة جديدة. صبي الخلطة على البطاطس المسلوقة وخلي السلطة وتتبيلة زبادي جهينة تفتح نفسك على الأكل. لو عايزة تتعرفي على وصفات تانية من جهينة، تابعي معانا سلسلة الفيديوهات دي وما تنسيش تعملي سبسكرايب للشانل بتاعتنا.